أهلا بكم مجددا في دورة تكوينية تعريفية جديدة. اليوم سوف نقوم بالتعرف على أقوى وأهم البرامج لخلق مواقع إلكترونية احترافية وبتكلفة لا تذكر، ألا وهو ووردبريس. إذا لم تشترك بعد في القناة، المرجو الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل دوراتنا اليومية. شكرا لك. إذن السؤال الأول الذي سنجيب عنه هو ما هو الووردبريس؟ بكل بساطة، ووردبريس هو منشئ مواقع الويب ونظام إدارة المحتوى، وهو برنامج مفتوح المصدر، أي مجاني، يمكن لأي شخص استخدامه لإنشاء أي نوع من مواقع الويب. بدأ الووردبريس كمنصة للتدوين فقط، وذلك في سنة 2003، ولكن سرعان ما تحول إلى CMS مشهور، CMS Content Management System، أو برنامج إدارة المحتوى، لتحول بعد ذلك إلى منصة كبيرة ومعروفة لبناء المواقع الإلكترونية الاحترافية. ولمعلوماتك، فحالياً يشغل الووردبريس أكثر من 38% من جميع المواقع الإلكترونية الموجودة على النت. هذه نسبة كبيرة جداً، مما يجعله المفضل من بين جميع برامج إدارة المحتوى الأخرى الموجودة في السوق كجوملا مثلاً. يمكن تنزيل حزمة البرامج بالمجان من الموقع الخاص بالشركة، وسأترك لكم الرابط في خانة الوصف. أما السؤال الثاني الذي يستوجب علينا الإجابة عنه هو ما نوع المواقع الإلكترونية التي يمكننا إنشاؤها باستخدام ووردبريس؟ في الحقيقة ليس هناك نوع محدد، على العكس هناك إمكانيات لا محدودة. يمكن إنشاء أي نوع من المواقع الإلكترونية باستخدام الووردبريس. معظم المواقع الربحية التي ترونها وتعرفونها والتي توجد على النت بكثرة صممت وبرمجت باستخدام مدير المحتوى الرائع هذا. يمكنك تصميم وإنشاء مدونة خاصة لكتابة مقالتك الخاصة عن الأمور التي تهمك، أو تصميم متجر إلكتروني احترافي لبيع منتجاتك عبر الإنترنت، أو بناء مجتمع عضوية، أو بيع دورات تعليمية عبر الإنترنت. الووردبريس يتيح لك إمكانيات لا محدودة، وهو مبرمج بلغة PHP والتي تحدثنا عنها في الفيديو الفارط. له إطار خاص به، وهو من أشهر الإطارات التي تعرفنا عليها في الفيديو السابق، لكنه مختلف قليلاً، وأهم شيء أنه سهل. لنذهب إلى السؤال الثالث، وهو من يستخدم الووردبريس؟ نعم، يطرح العديد من الناس هذا السؤال لأن يعتقدون أن فقط الأشخاص وصناع المحتوى كالمدونين من يستخدمون الووردبريس. على العكس تماما، يتم استخدامه أيضا من قبل العديد من الشركات الكبرى، وستدهشون عندما تسمعون الأسماء، وأيضا يستخدمه الجامعات والمؤسسات غير ربحية والمؤسسات الحكومية من جميع أنحاء العالم، فيما يلي بعض من أفضل العلامات التجارية والمؤسسات التي تستخدم الووردبريس. مايكروسوفت، نعم الشركة الشهيرة التي توجد في كل بيت اليوم وفي كل شركة في العالم، تستخدم مايكروسوفت ووردبريس لتشغيل موقع المدونات الخاصة بها. يتميز بأخبار الشركة ومعلوماتها وأبرز المنتجات، وأيضا تنشر أخبار العالم، فإذا زرت مدونتها ستعرض لك الأخبار الخاصة بالدولة التي تعيش فيها، وهذا جميل جدا، ومصممي هذا الموقع قاموا بعمل رائع. الفيسبوك، نعم لا تندهش، أكبر موقع للتواصل الاجتماعي، يستخدم الفيسبوك أيضا ووردبريس لعرض الأخبار والمستجدات، لأنه موقع ويب تجاري نموذجي به صفحة رئيسية تعرض الخصائص الرئيسية للعلامة التجارية فيسبوك إلى جانب منتجاتها الرئيسية، كما أن لديها قسم مدونة يسمى غرفة الأخبار، وهو مصمم بالكامل بالووردبريس، وحتى تصميمه جميل جدا. أيضا نيويورك تايمز، الجريدة الأمريكية المعروفة، تستخدم نيويورك تايمز ووردبريس لعرض الأخبار على صفحتها الرئيسية الشهيرة، والمصمم بشكل جميل يوحي للقارئ أنه يقرأ صحيفة ورقية فعلا. أنا معجب بهذا التصميم. هناك أيضا شركة بلاي ستيشن، ومن لا يعرف بلاي ستيشن، حتى شركة سوني التي تنتج ألعاب وآلات البلاي ستيشن التي غزت
كل بيوت العالم تستخدم ووردبريس لنشر مقالاتها ومستجدات عن المنتجات الأخيرة التي ستظهر أو ظهرت بالفعل في السوق. إذن كل هذه الشركات الضخمة لديها الميزانية الكافية لتصميم مواقع مخصصة لعرض منتجاتها للعالم، ولن يؤثر على ميزانيتها إذا أنفقت الأموال لتحقيق ذلك، لكنها تفضل اختيار الووردبريس فقط لأنه ليس مكلف ويعطي للشركات والأشخاص المهنيين أو صناع المحتوى وخاصة شركات ذي الميزانية المحدودة على الحصول على موقع تجاري أو تعريفي بتصميم جميل وعصري ومتجاوب مع جميع الأجهزة اللوحية، وأهم شيء بتكلفة قد لا تصل إلى $1,000 أحيانا. هناك بعض الشركات المصممين الذي يقومون بإنجاز مواقع إلكترونية عبر الووردبريس فقط $250 حسب ما يرغب فيه الزبون. لنذهب إلى السؤال الآخر، وهو لماذا يجب أن تستخدم ووردبريس لإنشاء موقع على شبكة الإنترنت؟ إذا كنت تفكر في بدء مدونة أو موقع إلكتروني خاص بشركتك أو لشخص مشهور أو لمهني يود عرض خدماته عبر الإنترنت، فقد تتساءل لماذا يجب علي استخدام ووردبريس كمنصة لموقع إلكتروني وليس منصة أخرى كجملة مثلا. سأجيبك عن هذا السؤال بعد لحظة، لكن هل تعلم أنه يوجد العشرات من بدائل ووردبريس؟ لا يجب، الووردبريس ليس الوحيد في السوق، هناك العديد من البدائل المحتملة في السوق والتي يمكنك استخدامها لإنشاء موقع إلكتروني احترافي كجملة مثلا، وهو المنافس الأول لووردبريس. ومع ذلك يبقى الووردبريس هو أفضل منصة للمبتدئين والشركات الصغيرة. إليك إذن جوابي على السؤال والتساؤل، وسأعطيك أيضا الأسباب التي قد تدفعك فعلا لاختيار ووردبريس كمنصة لتصميم موقعك الإلكتروني المستقبلي. أولا، أنه مجاني. يتميز ووردبريس بكونه برنامج مفتوح المصدر ومجاني، يمكن لأي شخص استخدامه بكل حرية لإنشاء موقع ويب وتشغيله، لأنه ليس مملوك لشركة واحدة ومحددة، وهي محمية من قبل ووردبريس فاونديشن. بطبيعة الحال ووردبريس هي شركة أيضا ربحية، لكنها تكسب أموالها عن طريق بيع بعض المنتجات الأخرى المدفوعة، وأهم شيء كونها منظمة وغير ربحية، مما يعني أنه لديك الحرية الكاملة في استخدامه بالطريقة المناسبة، مما سيمنحك السيطرة الكاملة والملكية الكاملة لموقع ويب الخاص بك وجميع محتوياته. يمكنك استخدامه وإبقاؤه في لملكيتك مدى الحياة بدون أي مدفوعات إضافية. الأمر الثاني أو السبب الثاني الذي يجب عليك أن تأخذه بعين الاعتبار هو أن الووردبريس سهل الاستخدام. من أبرز الأسباب التي تجعل الووردبريس منشئ مواقع ويب الأول هو أنه سهل وبسيط، ويوجد منحنى تعليمي بسيط عندما تتعرف على البرنامج، لكن معظم المبتدئين يجتازونه بسرعة وسهولة ويديرون مواقعهم الإلكترونية بدون اللجوء لدفع تكاليف إضافية لمبرمجين مختصين. لكن هذا لا يعني أن الأمر سيكون سهل للغاية إذا لم تقرر البدء في تعلمه اليوم. كما رأينا، الشركات الكبرى تدفع للمصممين للحصول على موقع ويب على الووردبريس، لأن تعلمه بشكل احترافي قد يأخذ شهورا عديدة. فبرغم أنه لا حاجة لك أن تكون لا حاجة لأن تكون لديك خبرة بال HTML, CSS, PHP, JavaScript، لكن يجب أن تكون لك دراية بسيطة وأساسات، لأنه أحيانا ستحتاج للقيام ببعض التغييرات ليكون الأمر جميل واحترافي وتجعل زبنائك راضين عن تصاميمك. السبب الآخر وهو المرونة، فووردبريس مرن للغاية. يمكنك من خلال ووردبريس استخدام سمات ومكونات أخرى تمت برمجتها من لدن مبرمجين مختصين، ويمكنك استخدامها بحرية وبالمجان، مما يعني أنه يمكنك الاختيار من بين آلاف القوالب المصممة باحترافية وتنصيبها في موقعك، وسوف نتطرق لدورات مجانية بهذا الخصوص في فيديوهات مستقبلية إن شاء الله.
الووردبريس متعدد اللغات، وهذا أمر مهم جدا عندما تود الحصول على زوار متعددين ومختلفي أنحاء العالم. فتمت برمجة الووردبريس بالكامل إلى ما يزيد عن 65 لغة، ويمكنك بسهولة اختيار لغة موقع الويب الخاص بك أثناء التثبيت أو تغييرها بسهولة بالانتقال إلى صفحات الإعدادات. وكذلك سوف نتطرق لهذا الأمر في دورات مختلفة مستقبلية إن شاء الله. الآن السؤال المهم جدا أو السبب المهم جدا الذي يجب أن تأخذه بعين الاعتبار أيضا لتعلم أو الحصول على موقع الووردبريس هو أن تكلفة موقع الووردبريس منخفضة جدا، بحيث يلجأ معظم الشركات والأشخاص للحصول على موقع ووردبريس لأن تكلفة تصميمه منخفضة، قد تبدأ من $500 إلى $5000 حسب التعقيد والخصائص التي يتطلبها الزبون. نحن نقوم بتصميم مواقع إلكترونية أيضا باستخدام الووردبريس لزبنائنا، وتتراوح التكلفة بين $300 إلى $3000. فالمدونين وصناع المحتوى يمكنهم الحصول على موقع إلكتروني بجميع المميزات والإضافات الضرورية والحماية ب $399 فقط، وهذا عرض مخصص للمدونين الجدد والمبتدئين. إذا كنت ترغب في تعلم الووردبريس، هنا قد انتهينا من الأسباب التي يجب عليك أن تأخذها بعين الاعتبار لكي تبدأ بتعلم الووردبريس اليوم أو الحصول على موقع ووردبريس إذا لديك مشروع أو تود بدء مدونة خاصة بك. فإذا كنت ترغب في تعلم الووردبريس وإنشاء مدونتك الخاصة بدون دفع تكاليف الإنشاء والتصاميم، فما عليك إلا الاشتراك في القناة ومتابعة تكويناتنا على اليوتيوب. فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس. فضلا منك لا تنسى أيضا نشر الفيديو واترك لنا إعجاب للفيديو. شكرا لك.